أنا حقيقة يا دكتور فوزي أحب قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أذكر شيئا في غاية الطرافة، إن لم يكن في غاية الغرابة، فاتني أن أقوله الأسبوع الماضي. نحن قلنا إن في الحلقة الماضية أن المؤرخين من المسلمين نعم قالوا بأن شهر رمضان ارتبط في الذاكرة الإسلامية بالانتصارات، نعم. وكيف أننا أصبحنا بعد أن كنا فاتحين أصبحنا مستعمرين مغزوين؟ نعم. كيف أن أصبح هذا الشهر هو شهر الحزن وشهر الدموع وشهر الآلام، نعم. وشهر الذي لا يكاد عام أن ينقضي إلا ونسمع فاجعة جديدة حلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الطريف أن عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قرر أن يغزو العراق في سنة 2003، وطبعا كلنا سمعنا المظاهرات الضخمة والمليونية التي جرت في بعض مدن أوروبا تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للحيلولة دون غزو العراق. فكان من جملة الحجج التي أتى بها بعض زعماء الدول الإسلامية تقدموا بها كطلب يستشفعون به لتأجيل أو لمنع هذا الغزو، أن قالوا لبوش، قالوا له والله المسلمون صائمون في رمضان فلا تفسد عليهم روحانية هذا الشهر. أتدري بما أجابهم هذا الرئيس؟ قال لهم: هؤلاء الناس درسوا تاريخنا صحيح، ويعلمون جيدا من نحن، ويعلمون قيم الإسلام، ويعلمون أن شهر رمضان لم يكن في الماضي هو شهر الكسل والنوم والبطالة، ويعلمون أن رمضان هو شهر الانتصارات. أجابهم قائلا: إن المسلمين كل انتصاراتهم حدثت في رمضان. إذن هم يعرفون. شوف الله عليك. نعم، هم يعرفون. إني حببت هذه نعم، بارك الله فيك، طريفة.